Michael, for the salutation. طيب انا النهارده مدي انا مدي السبيتش بتاعتي وهي كلمتين مكرمه. الكلمتين دول انتوا النهارده جايين تتعرفوا عليا كشخص وتتعرفوا على الخطه بتاعتي. وفي كل بوينت منهم هتكلم عن طبعا. ماشي، اول كلمه اللي عايز اعرف بيها نفسي هي الصوت بقى. ماشي، اول كلمه هي حكايه انا دخلت عشان كبرت ازاي وعملت فيها ايه واستمريت فيها ازاي. اول نقطه فيها الموضوع كان صدفه بحته. انا كنت ماشي في يوم من الايام تقريبا ورانا هنا بالظبط عند الحمام ده طالع مني، قابلت واحد صاحبي كان لابس تيشيرت واي، هو اصلا طلع اول ما دخلت مش انا السبب يعني، بس ما كملش. الموضوع كان صدفه ان هو قال لي ما تيجي تقدم عندنا في واي، قلت له ايه ويور بيعملوا ايه؟ بس اخدني كده البوث كان موجود عند فودافون، مكان فودافون في اعصابه بالظبط، حكى لي انا البروبلمز سكنت حكى لي على البروبلمز بتاعت المطاريه. طبعا انا انبسطت جدا، قلت يا شباب بتصور على الناس بتعمل خير وتنمية مش عارف ايه. فأول حاجة كنت عايز أنا في سيدي قلت له هات لي كنت بتاع الأطفال، كانت مش بيعمل ريكروتمنت للأطفال كانوا مخلصين الأبلكيشنز، مش فاكر بصراحة السبب كان إيه. أنا كان هدفي من سيدي إن أنا كنت شايف إن أنت أسرع حاجة، مش أسرع حاجة، أحسن حاجة تنمية إن أنت تبدأ على غلطة مع صفر على مع طفل. ما لقيتش سيدي، قلت طيب نشوف اللي بعدها. برضه كان بياخدهولي أنا دخلت كنت في أي لو حد ما يعرفش يعني، برضه دخلتها بالصدفة هي اللي كانت موجوده، كانت البروجرام الوحيد اللي موجود. بس قلت له طب هات الابلكيشن بتاع طارق ايه؟ قدمت. بعد كده كان في فكره بقى اختيار، طب اروح انترفيو ولا ما اروحش؟ انا دخلت انترفيو واحد قبلها كان في كلوب تاني في الجامعه، كنت رحت يعني كنت بعمل كده كنت متخيل جدا، وحد بقى جاي يتكلم معايا ويسالني ويتعرف عليا ومش عارف ايه، عمال بقى عايزني ايه بس مش مبسوط من الوضع. طيب اروح انترفيو ولا ما اروحش؟ اروح انترفيو ولا ما اروحش؟ دي حاجة صعبة، دي حاجة مش لطيفة، دي حاجة أول يسألني أسئلة مش عارف مش عارف أجاوب. ما اخترت إن أنا فضلت كده وأنا مش هعمل أي حاجة في حياتي. فاخترت. بعد كده ابتدت بقى إيه؟ شو الاثنين دي كانت حد لاقي في الفوكس تقريبا. الاثنين فوق يا جماعة، مش عارف. ده أحمد نعمان، ده كان أول هيد الأي إي، كان هو اللي عمل انترفيو. انا الاورجنايزيشن بالنسبه لي تتلخص في اشخاص، عشان كده تلاقي صور اشخاص كتير ما تنساهوش منهم. احمد نعمان كان هو اللي عمل الانترفيو، كان غير الانترفيو اللي قبله تماما. انا حسيت ان هو كان شخص عايز يساعدني بيطلع كده كل الحاجة عندي. بعد كده الحمد لله تم قبولي. طبعا كده في حته قبلي انا دخلت السمستر الثاني سنه 2012، كان ليه ريكروتمنت عاملينه للبروبنس بتاعت المطريه اللي اشتغلت، وبدانا نتعلم سبيلات. انا كنت فاهم ان انا هدخل انزل على الناس على طول، بدانا نتعلم ازاي ندرس الناس. كان في سيشن كنت مسموع عن حاجه زي كده، انا احبطت جدا، انا داخل انزل المطريه وداخل على بتاع لسه على الجول مش عارف ايه، مخنوق جدا. الحمد لله رمضان جاب على هبطه لحقني من احباطه ده. كان ايهاب محمد كان ساعتها ماسك شهر رمضان، ايهاب محمد اللي هو اشتغل السنه اللي فاتت، الصوره دي كمان شويه مصطفى بس اشتغلت معاه في كفولنتير جوب تريننج دونيشن وحاجات كده. وبعد كده لقيت بروجكت تاني وما اتعيش لوحدك، كان ثلاثه ساعتها كسوة برضه كنت بلاقي من الاربع بتاعتي اتحلت الحمد لله قدام الهجوم. بس اتحمست جدا للاي اي بي لما رجعت قررت ان اشتغل بقى فيها تاني بقى ونشوف كده نتعلم نتعلم لغايه ما ننزل المطار. بس في اثنين الحمد لله كانوا برضه اثنين تاني زق في المكان بعد احمد نعمان، كان مصطفى نايل وايهاب محمد، سكوني البروجكت ده مع امل كان تاد اي بي اللي برضه ما يعرفهاش. ده كان كسوة أربعة، أو كانت واحدة في أربعة. كان أول إكسبيرينس في حياتي، كل فاكر أنا دخلت مصطفى جابني في الصدي يوم كده، قال لي ليه؟ قلت له هو إيه اللي ليه؟ عايز أمسك الموضوع؟ قلت له أنت كتبتوني. بس ما كانش عندي أي إجابات، أنا منطبق خالص، ما كانش عندي أي إجابة، خلاص أنا جاي بس عشان أعمل كده. بس كان الحمد لله اللي أنا ماشي بطريقة يعني ذاكرتي عامة كانت كويسة جدا، ما اتبسطتش في كل مرحلة فيه. كانت أول مرة أبدأ أتعلم عن إيه بروجكت ولا حاجة في حاجات زي ما بتقول دخلت في العقل اسمها ايه؟ العقل الباطن. يعني ان انت تبدا توصف ان انت عندك بروجكت تحدد الهدف بتاعه، تبدا تلم الحاجات بتاعتك وتبدا تنفذ التاسك بتاعتك وتكسكيوت البروجكت. بعد كده جت سنة 2013، يعني هو هي نفس السنة دخلنا في 2013 ده عمر جيم رابع شخص تاني زق في المكان وتقريبا كانت أهم زقة.
عمل حاجات كتير قوي كان غير تقريبا ما كناش في القوه اللي احنا فيها في المطريه. عمر كان متحمس جدا لفكره حمله عشان كان لازم اصمها الحياه. كان اسمها اعلان القوه، كانت يوم 7/7/2013 13/12 يعني بعد 12 دي 13 بعد فجاه قرر ان احنا هنعمل حمله في المطريه. صوره الحمله كنا نزلنا نتكلم مع الناس عشان نفتح في صوت بتاعت واي بتاعت سي ال سي. بعد كده عمر سافر وسافر ولبستني في ان انا بقيت كده. ده كان ميتنج اللي بقول لك فيه الموضوع ده كان عامل في جنيه كده. كان مسافر في السمستر الثاني على طول في 2013 مش موجود انا والله. كانت كوبي دي 2013 كنت بس بقيت اللاب بتاعتها وما سافر وسافر الحمد لله. وده كان اول فصل في اول اسبوع او ثاني اسبوع في السنه. كنا بقى انا لما جيت كل اللي لقيته في بال 20 دول عنده فصول. طب هيعمل ايه بقى؟ هو سافر خلاص. بس فحاولت على قد ما اقدر اعمل اللي انا كنت عارفه ساعتها، هو ان انا قسمت الناس تنزل امتى ازاي واعمل ريبورتنج سيستم بسيط جدا عشان الفيدباك يبقى اسهل. قعدت السنه كان في الكشنز كنت انا في وسط انا كنت مكان الراجل ده كنت بقى برضه راجل مصطفى معايا بخد دارس كان سبوبه ده دي ركبت في الاكشن ده. بعدها كانت انطلاقه ثانيه في اوبي 2014 كانت السنه اللي فيها الاوبر بورد. الاوبر بورد برضه الناس دي كلها سامعين جدا في السنه دي. كنا معانا سما فرنش كوردينيتور وانا عفيفي كانت رافع حته من يومين كان في اتش ار دايركتور. ده بصح دي ار دايركتور محمد حجازي دي ار دايركتور ايهاب ديما اللي كذا في الوايت بيرن طبعا انتوا عارفينها. وده كان ضايق وهيقول كتير فمش عارف اتشاور عليهم كلهم. كلهم موجودين وسطكم دلوقتي فانت فاهم انتوا عارفينهم كلهم. معايا صدى غير كانت فايس هيلث دي اي. تاني حاجه بعد كده كان مش تاني حاجه هو الجزء هيقول بتاعي الشباب بتوع بروجرس. حاولنا نبدا السنه ونشتغل. كنا عملنا برضه حمله والبلد كانت ساعتها كان فيها شويه مشاكل. كان في المطريه كانت دايما كان قليل ساعات كان مضطر نمشي منها عشان الظروف اللي بتحصل. انا كانت شخصيا كان عندي احباط في الوقت جدا. كنت حاسس حاطط اكسبكتيشنز اول سنه ان انا هدخل بقى ايه نطلع دلوقتي نسيت الطريقه دي ايه. طبعا ما حصلش وطبعا ده طبيعي مش دي احلى زي كلها في اوي كانت في الوقت مره ولا ايه. فكرة ببساطة ان انا كنت اول حاجة حمستني اوي في اوي دي كانت لما انا اشتغلت في رمضان في شهر رمضان مع ايهاب وبعد كده في في العيد. ففكرت طب ما احنا عندنا شباب كتير هم موجودين ما بيبقوش في الصيف عندنا بروجكتين بس ايه؟ بس ده كان اول ميتنج عملنا اول ميتنج الفريق الصغير بقى كده بقيت الشباب بتاع فيهم عشان دلوقتي بس. بعد كده تيم كبر وجالنا التيم اللي هم اليوم الشغل نفسه هم اهم من تقريبا ليا في يوم خلصت 2014 خدت انا بريك من يوم كنت مهندل مع المرشح الثاني اللي هو فخري بس كنت شغال في ارجان بقى كمان خالص بعد 3 سنين كانت اكسبيرينس لطيفه السنه دي. ما كنتش متعود طبعا من فوق السنين لان انا دي كانت ماشي يعني قلت لكم في الاول انا السبيد بتاعي عباره عن كلمتين وكل واحده فيها 3 بوينتس. الكلمه الاولانيه كانت حكايه الكلمه الثانيه خطه. الخطه اللي هي حكايه انت عارف منها كلمه زي خطه زي ده عايز يعمل ايه. الرقم متقسمه 3 بوينتس تكمله. معنى ايه تكمله؟ اي اورجنايزيشن في الدنيا عشان تبقى قويه تحتاج شويه تدريب. لكن في النشاط الطلابيه او في الجامعه في الكلوبس دايما كل سنه بيقول كام تدريب بيتغير بيجي بورد كام. فلو كل واحد يجي يبدا من الصفر طبعا عمرنا ما هنتقدم ولا اي حاجه. فاول بوينت انا هركز عليها السنه دي ان هكمل شغل هم عملوه السنه دي اللي انتوا عملتوه كل سنه. تطوير البروجكت دي سواء في او سي سواء في اي ار سواء في بروجكت سواء في اي حاجه سواء في شغل في شغل خط في دوبل خط تتكلم عليه تطور عليه. ماشي. تالت حاجة لو قدرنا نوقف الحاجات اللي عندنا الفرصة عندنا ان احنا نبدأ وناخد المكان اللي لسه تاني. ماشي دي الهيراركي اللي انا نازل بيها. انا ما غيرتش حاجة. دايركتورز اديوكيشنال فيلد بروجرامز او سي اتش ار في ار. ماشي باختصار شديد جدا هقول لكم اللي انا فكرت فيه لغاية دلوقتي. بالنسبة للبروجرامز
متقسمة لتلاتة age groups. عندنا ال age group الأولاني هو في ابتدائي وإعدادي، ال age group التاني في ثانوي، والناس ال upper sen شوية. قصادهم projects سوري ال program ده اللي بيشتغلوا عليه. معنى ايه؟ ان احنا عندنا السنه بتاع اعدادي وابتدائي هيشتغل على السي بي الطبيعي، سي ال سي اي بي، وفي بعضهم هيحتاج واي بي. ننزل على ثانوي برضه نفس الفرش، بس هنشيل منهم سي بي لان هم كبروا شويه وشاط فرش. واخيرا ادلتس يشتغل عليهم واي بي. نيجي الفيلد، الفيلد عايزه تعمل برضه الشغل بتاعنا السنه دي، عايزين بالنسبه للمايكرو نشتغل اكتر على فكره الفا تيم. اللي ما يعرفش الفا تيم هو التيم اللي شغال على فكره اللي يبقى فيه مشرف في البطاريه او بنطلع برودكتس في مشاريع، بنسميها في مشاريع. ان هي مش هتبقى تيشيرتات بس، دي فكره ان احنا ممكن السنه دي، دي كانت فكره شفتها من شادي طبعا من الفيدباك، احنا ممكن نعمل مكاتب شغل مع ستاير، نعمل اي حاجه في المطريه نحاول نبيعها على اماكن كتير جدا. كان بيجيبنا شغل ونعتبر الناس. بالنسبه لار ان دي، الشغل اللي برضه اتعمل كانت اول مره تبقى كوميتي السنه دي لوحدها جديده. كانت بعد كده تيم تحت مايكرو، اللي تيمز هم اربع تيمز، هي ثلاثه كملوا وبعد كده اربعه طلعت. بالنسبه للديبلويمنت انا عايز ازود فيها، بس احنا هنعمل داتا بيز للديبلوير قبل ما نعمل داتا بيز للامبلويز. يعني احنا عندنا دلوقتي الناس في المطاريه اللي عايزين يشتغلوا، طيب مين بقى اللي يشتغل؟ فانا شايف الداتا بيز دي اول حاجه بتتارجت قبل ما اروح اتكلم مع حد في الداتا بيز. طبعا على طول في تطور اكتر، والمابنج عايزين نعمل برضه مابنج السنه دي اكتر. عايز اتارجت في الريكروتمنت ناس من سيفل انجينيرنج ودكاتره من سيفل انجينيرنج حتى نتكلم معاهم نفهم منهم، نعرف خريطه كويسه يسهل يبقى سهل على اي مابنج ان هو في المطار ما يعرفش حاجه يشتغل بيها. الاورجنايزنج كوميتي عندنا اف ار جاستس اي بي ار. اي بي ار السنه دي ما شاء الله عليهم كانوا عملوا شغل كويس جدا. انا شايف ان بس هم بداوا فكره ان احنا هنوري بقى ايه البروجكت اللي عندنا. انا نفسي المره الجايه نوري احنا بنعمل ايه او احنا طلعنا ايه من الطريقه. فلو لو قدرنا ان احنا نشتغل اكتر بقى فتي ونطلع فعلا المنتجات القماشيه دي زي ما بنسميها دلوقتي. انا عايز اعمل في الجامعه هنا ميد المطريه برودكتس بقى في الجامعة مع فكرة الايفنت، مش شرط يبقى فكرة بس الهميز في المطرية، بس دي تبقى حاجة بتدفع انت معاك كبيرة في الفرق في المطرية. بالنسبة للوجيستكس السنة دي برضه كان ما شاء الله اللعب بتاع الجاليريز كانت بتتباع حلو جدا، كانت بتتباع زي كتب كانوا في المطار، ممكن نزود عليها وده هيبقى سورس يجيب منه فلوس كتير. بالنسبة للاف ار، انا حلم حياتي بقى لي 3 سنين ان انا اعمل كامبين كبيرة جدا ليها علاقة بالبداية جوه الجامعة، والسنة دي ان شاء الله هنعملها في اي يو، تبقى متقسمة على كام سيرفر دايركتري وفي الوقت الاسئلة عشان بالنسبه للاكسترنال ريليشنز عايز اشتغل على فكره جوجل بي او بي، اوريدي شغالين عليها وعايزين يبقوا في شهر 8، انا عايز اكملها اطور عليها اشوف لو ايه انفع لسه ما جمعتش كل الداتا عندهم يشتغلوا ازاي فيها. عايزين نكمل ترند الاكسبوجر اللي بقالنا السنه دي للمرحله المهمه اللي جايتنا فانت معرف الناس اللي هي بي يعني هي جي سي خاصه. بالنسبه للاي بي زي ما انتم شايفين الحمد لله البيج بتاعتنا في مواقع جدا، ده بيشد الناس قوي لما يجوا يجوا يشوفوا الزوار حلو اه الكلاود شكله كويس، الكلاود ده شكله في ناس بتفهم شكله ناس بتشتغل. فطبعا طيب بيدينا بوتيشن للمواقع اللي جايه في الجامعه السنه ان شاء الله. ميديا يكملوا على تشانل بقى هاي كواليتي ميديا كفرنش، ده برضه بيبقى مهم جدا ان احنا بنوري الناس شغلنا ده ايه، صور فيديوهات كل ده. طبعا عصر السوشيال ميديا كل حاجه في وقتها السوشيال ميديا، فانت مهم يبقى عندك ميديا كفرنش قويه. السوشيال ميديا السنة دي بس اللي أنا عايز أطوره إن إحنا في كونتنت موجود أكتر على البيج خلال السنة مش بس اللي إحنا بنعمله. هيومن ريسورسز ماشي نبدأ بيه إيه؟ وده حلم كبير أوي يعني، معرفش نعرف نعمله ولا لأ، بس إن شاء الله نعمل كل مساعدة طبعا، نسامحوا فايل كل مادة، وداخل السنة عارف إيه النقاط القوة بتاعتي، إيه نقاط الضعف بتاعه. عايز أعمل يعني سيكونشال ورك شوب، بمعنى إيه؟ إن كل ورك شوب أو تريننج ليه يبقى اللي بيلحقه ليه علاقة بيه. هتفهم حاجة؟ يعني هم بيصبوا في مصر، قعدوا سنة سنة بس عشان يبقوا في مصر. الجامعة بتنتشر الحمد لله حلو السنة دي، بالنسبة للإعمار جاري ميتين ستكتر هيبقوا كتير لو انتوا بتطلبوني. عارف شو بزاد كل الفئات دي انتوا تبقى إن شاء الله. ما بقاش كتير. ده فيديو كنت هقولكوا عليه. السلوك البداية بتاعت الـ 1 بوينت ستار، أنا دايما كنت بدور على فكرة لما حد يقول لك أنا قريت كتاب غير حياتي، اتفرجت على فيلم غير حياتي، وعمرها ما حصلت لي. كان الكلمة دي فعلا لأول مرة تأثر فيها السن، إن أنا كان عندي شويه مشاكل في الحياه، بدات خطوات بسيطه جدا فيها بلاقي الدنيا بتتغير. اوكي اللي جاي ده هيبقى مشوار كبير قوي، مش بس البريزدنت او الابروفل اللي هيعمله، اهم بلاير اهم ناس هو بالنسبه لي الاورجنايزيشن بتتمثل في اشخاص زي ما قلت في الاول، الاشخاص دي بس متقسمه لها جروبز.
بالنسبة لي لو أبر رول وغير رول هما اللي يحطوا الخطط ف انتوا اللي هتشيلوا كل حاجة، انتوا الجزء انتوا اللي هتتعبوا أكتر شوية بس. شكرا. دلوقتي مع بعض الأسئلة إن شاء الله هنبتدي نرفع الأسئلة.